زين انت ابوي حمو زعلان. وين حمو زعلان؟ اول ترى يجيب لنا ذيك السياره مال المقاري وبين اليومين شفطنا والريحه تشل الدنيا. تو السياره مال المقاري ما تجي بيته والريحه بعدها مستمره من هين تطلع عيله فرنة. ما يصلح يا تكلمه يا اكلمه. زين ويا انت سوينا؟ تروح لهم روح لهم، انت كل يوم عندهم هناك بيت شماقي كذا كلهم كلهم ابوي ما عاقب منه. احس ما حلوه يا اخي ابوي، ابو شيخوه ابو الحب ذا ما ينفع. والله غاوي يا ذي ابو الحب، نوبة ابو الحب يقوم يخيسنا ويطلع ويكسر لنا كبادنا. عبد ما خلصنا ذا الحب، حبنا عيد ورد ما ورد، ما حب في مجاري. انا بقول له بنزل اصلي انزل هيك تروح تقول ما علي. انا ما اقول هذا خيس الحار، استغفر الله رب العظيم التوبه. كيف عيشك؟ قول مساك الله بالخير. انت سويت خير، انت ما سويت خير في حياتك، حد يقول لك مساك الله بالخير. صراحة هنا طعام منك هنا في قلبي انا. كلمتني على موضوع الصرف الصحي والبالوعة، انا ما عندي فلوس كل مرة 35 ريال، وبعدهم ما يطيعوا باتصال يوم ويومين وثلاث. انزين اختفت سيارات الصرف الصحي من بيتك، الريحة من هين تجي؟ الريحة ترى انا عارف سويت حل وحدي. البالوعة ما شفنا حد فيض خارج، هين راح المي؟ جبت غطاس. ايه؟ زين يوم الناس هاجعة ونايمة مثلك وشرويك انت، انا اسقي لي اللعنة ذي حد. تسقي الزراعة بما الصرف الصحي. مو عبس هو مو الحال. جايب غطاس ثاكب الارض ويروح على الاوادم في زراعتهم، ناس عندهم طويان. خاف الله يا انسان. يترسب هذاك كله تحت وانا اسقي بالماء. يترسب هذاك في كلانا وكبهتنا يترسب. يتلف كبادنا وسمعتوا شمقك. زين مو باين الناس هوي مو الحل، اطلع من الحارة هي. والله اتحول. والله لو تهج زين كاسات انت زاد ريحتك حتى ماسكه فيك، باقي بس حد يسوي لك خطا ولا بالوعه. شو ايش مثلا انا بعدنا بحرم مسجد. ايه؟ مو عندك شيء عندك حل يا اخي. روح ركب لك جهاز وريح راسك واستفيد. غير الغطاس. غير الغطاس شركه العناصر الاربعه عندهم جهاز ياباني ياباني اصلي جوكوسا كابوتا. جوكوسا كابوتا هذا مو يسوي لك هذا كمان خزان تحت الارض. زين الماء مال المجاري. ايه؟ يسوي له تحليه ما تفرق بينه وبين الماء العادي من الصفا وماله. بكلور وبامور وضمانه 10 سنوات ويجي يسوي لك لحد هنا لين عبري. منين تبى في عمان يجوك؟ ياباني الاصل. ياباني. خل تعرف مكانه وتعرف موقعه. تعرف مكانه وبترتاح ذي الفاتورة كلها انساها. بقيت اسقاب الزراعة انساها، الريحة انساها، وتكسب جيرانك وتكسب لهم صحتهم. حلو عنده بعد عرض. خلاص اذا ما عندك فلوس بس سلم 500 ريال والباقي تقسيط. هي وتوك لك انا ابغاك راحت صحتنا خير. وهذا هو جهاز جوكاسو كوبوتا ياباني وضمان 10 سنوات عن الريحة والمنتج. مو بعدك باغي. واللي عجبني فيه انه هيريحني من سيارات الشفط ومن الفواتير ومن الريحة. هذا اللي شجعني علي اني اكثر شيء. بيشجعك وبترتاح وبتوفر فاتورتك وامورك طيبة. حلو.